على الرغم اننا مسلمين وبنعرف نفرق بين الحلال والحرام، بنلاقي لحد دلوقتي ناس بتلجأ للسحر الاسود والشعوذة والاعمال عشان تأذي بالناس. وفيلم النهاردة بيحكي عن قصة حقيقية حصلت في تركيا، وباختصار كده كانت عن واحدة بتحب واحد وغدر بيها، ولجأت لدجال عمل لها عمل يقتل مرات اللي حبته ده واي حد من دمها عشان يرجع لها وما يكونش قدامه غيرها. بس اللي هيحصل في القصة دي غير كده، لان السحر هيتقلب على الساحر. اكيد مش فاهم اقصد ايه. تعال نبدأ القصة وانت تفهم، بس يا ريت لو عجبتك تحط لايك، ولو اول مرة تتابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. بتبدأ القصة لما اوزونور خدت صاحبتها وراحت لدجال اسمه احسان عشان تسأله في المستقبل هل هتتجوز قدرة ابن عمتها ولا لا. وابتدى الدجال يقرأ عليها كلمات مش مفهومة، واوزونور كانت قاعدة مرعوبة. وفجأة الجن اتجسد في جسم صاحبتها وقال لها قدرة مش مناسب ليك وهيكون سبب لهلاكك. والدجال قال لها انت لازم تبعد عنه لانه هيكون مفتاح عزرائيل لبابك. واتجوزت اوزونور بواحد اسمه علي، بس ما كانتش بتحبه. وبعدها علي ده انتحر واوزونور بقت ارمله، وما سمعتش كلام الدجال وفضلت لازقه في قدره لحد ما غلط معاه وحملت منه. وقدره حاول يهرب منها لانه متجوز، بس اوزونور راحت له مكان شغله وقالت له انت ليه ما بتردش على التليفون. وقدره قال لها انا قلت لك قبل كده مش عايز اشوف وشك تاني، ايه اللي جابك مكان شغلي؟ واوزونور كانت خايفه من الفضيحه وكانت عايزاه يتجوزها، وقالت له انا هخلفه واكتبه في شهاده الميلاد باسمك غصب عنك. وقدرة اتعصب عليها وضربها جامد، واوزونور وقعت وحصل لها نزيف. واتصل بصاحبه وخدوها وراح المستشفى واتعمل لها عملية اجهاض. وبكده اوزونور مفيش حاجة رابطاه بقدرة، واوزونور اترجته انه يفضل معاها وما يسيبهاش. لكن قدرة هددها وقال لها لو ضايقتيني تاني انا هقول لابوك على كل حاجة وافضحك. ورجع قدرة البيت اللي كان عايش فيه مع مراته وبنته الكفيفة وحماته المريضة، ومن تعبه قال لهم انه هيدخل ينام. وفي الليل بنته دخلت عليه وماسكه عينيها في ايدها وقالت له حط لي عينيا في مكانها عشان اشوف. وقدرة صحي من النوم مفزوع وطلع انه كان بيحلم، وراح يطمن على بنته. وفضل يفتكر لما مراته كانت تعبانه في الشهر السادس ومرضاش يوديها للدكتور، واتولدت بنته كفيفه بسبب اهماله، وفضل يلوم نفسه ويبكي من اللي حصل. وتاني يوم اوزونور اتصلت بقدرة ورد عليها وقال لها انا قلت لك ما تتصليش هنا تاني، وقفل السكه. واوزونور غضب وما كانتش شايفه قدامها غير الانتقام وقدرة، وقررت انها تروح للدجال. وبالفعل راحت له وحكيت له على اللي حصل، والدجال قال لها انا حذرتك انك تبعدي عنه وانت ما سمعتيش الكلام، عايزه مني ايه دلوقتي؟ اوزونور قالت له بانتقام انا عايزه قدرة تحبيني انا وبس، وطلعت كل الفلوس والذهب اللي معاه وطمعت الدجال. والدجال قال لها انا هخليه يجيلك راكع، بس عرفيني مين اللي عايش معاه في البيت. واوزونور قالت له اللي عايش معاه مراته ودي اسمها نيسه، وبنته الكفيفه واسمها جهده، وحماته ودي مريضه وما بتقومش من السرير. وقال لها انا عندي تعويذه محدش يقدر يعملها غيري، ودي الجن اسمه انذار بيكره المسلمين جدا، انا هخليه يلبس نيسه وتموت بعد 5 ايام. ومش كده وبس، كمان اي حد قريبها من دمها هيموت معاها، يعني امها وبنتها هيموتوا. واوزونور خافت ان بنته تتاذي لان ملهاش ذنب، بس الدجال قوى قلبها وفكرها بابنها اللي مات في بطنها بسبب قدره. واوزونور وافقت، بس الدجال قال لها لازم تجيبي لها اي شيء من قطر مراته نيسا وصوره ليها. وابتدوا يجهزوا التعويذه اللي هتتعمل. واوزونور راحت تزور نيسا في بيتها ودخلت الحمام وجابت شعر ليها ومنديل في دم. وقبل اوزونور ما تمشي ودعت جهده اللي كانت بتحبها وهتموت بسببها، وبالرغم من كده ما صعبتش عليها انها توقف كل اللي بتعمله. والدجال راح المقابر وطلع جثه لسه مدفونه قريب وقطع رجلها، ودبح خنزير وطلع امعائه وكان في انتظار الحاجات اللي اوزونور هتجيبها. ولما اوزونور راحت له خد منها الصوره والشعر والمنديل اللي جابتهم، وابتدى يعمل العمل المؤذي اللي هيتقتل بيه ناس مالهاش ذنب. وحط القطر على امعاء الخنزير ولف الامعاء على عظمه الجثه اللي طلعها، وكتب كلام على الصوره وغرقها في دم. وبعدها قطع الصورة بالموس وطلب من الخدامة انها تحط الصورة ديت في اكل الكلب وياكلها. وابتدى يقرأ التعويذة والارض اتهزت وكل الحاجات اللي حواليهم وقعت لحد العظمة ما اتكسرت، وقال لها بعد 5 ايام من دلوقتي هيحصل كل اللي اتفقنا عليه. وفي اول ليلة ومع اذان الفجر الخدامة حطت الصورة المتقطعة في اكل الكلب واكلها، وام نيسا وهي نايمة جنب جهدة اتلبست. ونيسا بعد ما صلت الفجر نزل قدامها رؤوس خنازير مدبوحة وطلعت تجري من الخوف، وراحت لامها تحكي لها على اللي حصل، بس امها مريضه لا بتتكلم ولا بتتحرك وما فادتهاش بحاجه. وراحت ترتب البيت وسمعت صوت غريب، وبصت تحت السرير لقت عروسه ببنتها، وبطريقه غير اراديه فضلت تقص في شعر العروسه وتحطه في بقها، وبعدها قصت من شعرها هي كمان، وكانتش قادره توقف اللي بتعمله وكانت هتتخنق وتموت. ولما راحت تحكي لقدرة اتهمها بالجنون وزعق لها. وتاني يوم اوزونور وهي نايمه حلمت بجوزها علي اللي مات وهو واقف وبيخبط دماغه في الحيط وكله دم، وقال لها انت السبب اللي خلانا انتحر لانك عمرك ما حبيتيني وكنت بتحب قدرة. وراح لها بالموس وقال لها انا النهارده جاي انتقم منك واشرحك. واتفزعت من الرعب وحماتها اللي عايشه معاها اللي هي ام علي جات لها عشان تشوف في ايه. واوزونور قالت لها اطلعي بره وسيبيني لوحدي، وفكرت انها كانت بتحلم.
بس لما قامت داست على الموس اللي كان في ايد علي وعرفت انه ما كانش حل، ونيسا بعد ما غيرت لامها وراحت عشان تكمل شغل البيت، امها اللي ما بتتحركش من السرير قامت ومشيت. ونيسا اترعبت لما شافت امها في المطبخ وماسكه حله الشوربه ودلقتها على وشها وجلدها اتشوه وماتت، واتدفنت وعملوا العزاء، واذو نور القادرة راحت عشان تاخد عزاها. وتالت يوم قدرت تروح والباب اتفتح لوحده، ودخل لقى كل حاجه في البيت متغطيه كانه داخل مكان مهجور، وسمع صوت بنته وهي بتقول له انت السبب في اني اتولدت كفيفه. وفجأة لقى نيسا وراه ملبوسة، وأذنوره بتقول له سامحني، وبنته طلعت وبتقول له في إيه، ورجعت كل حاجة تاني على طبيعتها، وراح لبنته وحضنها وما كانش لسه فاهم إيه اللي بيحصل حواليه، وقال لي نيسا أنت شكلي كلامك صح، أنا كمان بدأت أشوف حاجات غريبة، وراح للشيخ وحكى له على اللي حصل، والشيخ قال له اللي أنت فيه ده ما يطمنش، أنت كده في جن لابس مراتك، وممكن تكون أنت على خلاف مع حد وعامل لك عمل، ولما قدرت طلب من الشيخ إنه يساعده، الشيخ قال له هات لي مراتك وتعالى. ونيسا سمعت حد بيندع عليها وبيكح، وقامت عشان تشوف في ايه، ولما فتحت باب الحمام لقت امها اللي ماتت واقفه وبتشرب من الحمام، وبتقول لها انا جعانه اكليني. ونيسا قفلت الباب وطلعت تجري ودخلت غرفتها، وفضلت تدعي من ربنا انه يساعدها في اللي هي فيه. ولما قدرت راح لها، نيسا شكت في نفسها وقالت له انا شكلي اتجننت زي ما انت بتقول، وقدرت طمنها وقال لها انا رحت للشيخ وقال لي اللي هو هيساعدنا وهنروح له بكره. وفي اليوم الرابع اذو نور بعد ما استحمت النور قطع وولعت شمع وسمعت صوت حد بيتكلم، وخدت الشمع وراحت عشان تشوف في ايه، وفجاه الشمع اتطفت ولقت جن على شكل نيسا وقاعد على كرسي وبيقول لها ابنك اهو، بس عشان انت زنيتي مع ابن عمتك الطفل جه مشوه، ورمى الطفل في الدم وراح مسكها من شعرها ورماها على الارض، ورجعت كل حاجه على طبيعتها. وراحت اتصلت بالدجال وقالت له انها بتشوف حاجات غريبه، والدجال قال لها انا العمل اللي عملته خليت فيه الجن يلبس نيسا ويأذي كل قرايبها، هل في قرابه بينك وبين نيسا؟ وأذنور قالت له لا، والدجال طمنها وقال لها ما تخافيش مفيش حاجه هتحصل لك. وحماتها اللي عايشه معاها سمعتها وهي بتكلم الدجال وعرفت انها كل اللي بيحصل، وطلعت عشان تعرف قدرت. ونيسا وهي قاعده مع بنتها لقت نفسها قايمه وبتربط نفسها في النجفه وبتنتحر، وبنتها قاعده معاها ومش شايفه اللي بيحصل حواليها. ونيسا حدفت نفسها وكانت بتطلع في الروح، والحسن حظها قدر الجو الحقها في اخر لحظه وجاب مقص وقص الحزام وانقذها. واذنور وهي بتاكل لقت الاكل اتحول لدود وقامت رجعت اللي كلته، وراحت تجيب التليفون عشان تكلم الدجال، وحد مسكها من ايدها وجسمها اتنى وصوت عضمها كان مسموع وهو بيتكسر وماتت، والسحر اتقلب على الساحر. وفي الليله الخامسه والاخيره قدره خد نيسا وراحوا للشيخ، وقدره قال له ان حماه اذنور سمعتها وهي بتكلم دجال متخصص في اعمال الشر، وعرفت انها هي السبب اللي احنا فيه، وان في جن لابس نيسا وهيقتلها هي واي حد من دمها. وخدوا نيسا ودخلوا للمكان اللي الشيخ جهزه عشان يطردوا الجن ده، وقال له قدره اللي هتشوفه دلوقتي مش سهل، لكن ده الحل الوحيد للرد على اعداء الدين. وقعدها على الكرسي وغطى وشها، والشيخ بدا يقرا لها قران ويكب عليها ميه وعلى وشها ويغسل ايديها الاثنين، ولما جه يضربها بالعصا عشان يطرد الجن قدره رفض، والشيخ قال له اللي قدامك دي مش مراتك واللي هيتاذى الجن مش هي. وفجاه الجن لف وقال له قدره انت خنت مراتك، وانا هعمل في مراتك اللي انت عملته في اذنور. وقبل ما الشيخ يضرب الجن قام وزقه ووقعه ومسك في قدرة وحدفه، وراح مسك راسه وكان هيكسر رقبته، والغريب ان جهضة كانت واقفة ومحدش شايفها وكانت بتشجع الجن انه يقتل قدرة. والشيخ جه من وراها ولفها بسجادة وقعدوها وربطوها بالحبل، وضرب نيسا على دماغها بقوة عشان يطلع الجن، بس للأسف نيسا ماتت، وقدرة قام مسك في الشيخ وقال له انت قتلت مراتي، والشيخ بص لقى بنته واقفة ومتحولة، وعرف ان الجن لابس بنته مش مراته، وان الجن اللي لابس بنته هو اللي كان مأثر على نيسا، وده لان اذنور لما خدت الشعر والمنديل ما كانوش لنيسا وكانوا الجهضة، والعمل اللي الدجال عمله لبس جهضة مش نيسا، وبكده الجن اثر على كل قرايب جهضة اللي من دمها، وعشان كده ابوها وامها اتاثروا عكس اللي كانت عايزاه اذنور، واذنور نفسها ماتت لان قدرة ابن عمتها وبينهم صلة دم، واتقلب السحر على الساحر. وفي نفس اليوم مات قدرة وجهضة وقبضوا على الشيخ واتهموه ان هو اللي قتلهم لان محدش صدق قصته. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بأي فيديو جديد هنزله. يلا سلام.